السلام عليكم. الفيديو ان شاء الله هنتكلم فيه عن انواع الاكسبلويت تايبس. في الغالب هم 3 انواع. بس كبر الشاشة. تمام، هو في الغالب 3 انواع. اوكي انا كتبتها اوريدي غلط، ولا انا زودتها دلوقتي؟ اوكي I'm sorry. تمام، الاكسبلويت تايبس هم 3 انواع: السيرفيس سايد اكسبلويت، والكلاينت سايد اكسبلويت، واللوكال اكسبلويت. تمام، هنمسكهم واحدة واحدة في خلال الكورس ونفهمهم أكتر. السيرفيس سايد والكلاينت سايد هيتقالوا في السكشن بتاع الاكسبلويتيشن، واللوكال اكسبلويت هيتقال في السكشن اللي جاي بتاع البوست اكسبلويتيشن. تمام، طيب نبدأ بأول حاجة. مثلا السيرفيس سايد، السيرفيس سايد ببساطة إن أنت بتكسبلويت سيرفيس شغالة على الجهاز. زي إيه؟ زي مثلا لما برن ان ماب مثلا داش اس في كابيتال على الاي بي الفلاني او التارجت بتاعك، بيروح جاي مطلع لك ايه مجموعه السيرفيسز اللي شغاله على الجهاز ده. انا بقى لو هتارجت اي سيرفيس فيهم واستخدمها في ان انا اخترق الجهاز، فبالتالي دي اسمها سيرفيس سايد. يعني ان انت تجيب اكسبلويت، الاكسبلويت دي بالتارجت الجانب بتاع السيرفيسز اللي شغاله على الجهاز، وده هو الجانب بتاع السيرفيسز. فانت ممكن وانت بتسيرش كده في الاكسبلويت، لو دخلنا حتى على اكسبلويت دي بي هتلاقي ان هو مثلا عندهم كاتيجوري كده اسمه مثلا ايه السيرفيس سايد. انزل من هنا على السيرش، اتوقع يعني. طيب تمام، اسمها هنا ريموت. تمام، الريموت دي يقصد بيها ايه؟ السيرفيس سايد اكسبلويت. زي ما قلت لك كده ان انت بتاكسبلويت سيرفيس ريموتلي. تمام، ففي كاتيجوري كده من الاكسبلويتس اسمه على اكسبلويت دي بي ريموت، وهو اسمه مصطلح كامل اسمه سيرفيس سايد اكسبلويت، مش سيرفر سايد اكسبلويت، سيرفيس سايد اكسبلويت. يعني اكسبلويت بالتارجت الجانب اللي بتشتغل عليه السيرفيسز اللي موجوده على الجهاز. والكلام ده كله هيوضح دلوقتي. يعني انا لو جبت اكسبلويت تارجت الاف تي بي ده، دي كده اسمها سيرفيس سايد. لو جبت اكسبلويت تارجت الاوبن اس اس اتش اسمها سيرفيس سايد. لو جبت اكسبلويت تارجت السامبا اسمها سيرفيس سايد. لو جبت اكسبلويت تارجت ماي سيكوال اسمها سيرفيس سايد، وهكذا. دي كده فكره السيرفيس سايد. الكلاينت سايد، بص دايما هتلاقيها متعلقه بالكلمه دي، السوشيال انجينيرينج. بمعنى ايه؟ ان انا بحاول ايه اتريجر اليوزر ان هو يكليك على لينك معين او يداونلود فايل معين. يكليك على لينك معين، فاللينك ده مثلا يعني يستغل مشكلة في البراوزر بتاعه فيدي لك مثلا ايه ريموت اكسس عليه، او بنزل فايل على الجهاز بتاعه والفايل ده مثلا لما هو بيشغله برضه بيديني ريموت اكسس على الجهاز بتاعه. فالكلاينت سايد اكسبلويت لو دخلنا على اكسبلويت دي بين ونزلنا في التايب هتلاقي نوعها، اعتقد مش موجود، هي ممكن تندرج تحت اللوكال. تعال نسيرش على اي حاجه النوع بتاعها لوكال. طيب الى ان تطلع الريزلت بتاعت السيرش. فالكلاينت سايد زمان هي بتارجت حته السوشيال انجينيرينج، ان انت ازاي تسند فايل او تسند لينك لليوزر، فالفايل ده لما يعمله داونلود ويعمل له اكسكيوشن يدي لك ريموت اكسس، وده هنجربه. كل الكلام اللي بقوله ده هنجربه في السكشن ده. او ان انت تبعت لينك، فاللينك ده مثلا بيتارجت مشكله في البراوزر عنده وبرضه بيدي لك ريموت اكسس. فالسيرفيس سايد دي مش طالبه اي احتكاك من اليوزر. اليوزر ما بيعملش اي حاجه. انا الفكره كلها ان انا بلانش الاتاك من جهازي بتروح للجهاز بتاع اليوزر. فالسيرفيس سايد مش محتاجه اي تدخل من اليوزر، فعشان كده بقول لك هي معتمده على السيرفيس فقط. انما الكلاينت سايد هي من اسمها معتمده على الكلاينت، معتمده على اليوزر، معتمده على الفيكتيم بتاعك، لازم يبقى فيه تدخل منه. وده غالبا معظم الاتاكس، يعني اللي احنا بنشوفها حد يقول لك فيسبوك اتسرق او اي حاجه من الحاجات دي، بالتارجت دايما الحته دي، فايل نزل على جهازه، لينك دخل عليه، فيشنج بيج، اي حاجه من الحاجات دي اللي بتندرج تحت مسمى السوشيال انجينيرنج.
هي دي الكلاينت سايد اكسبلويت. اوكي، لو نرجع تاني لريموت دي بي، سوري اكسبلويت دي بي، اتوقع ان هم مش عاملين كاتيجوري لللوكال للكلاينت اكسبلويت، تقريبا مش عاملين، كل اللي عاملينه هو الريموت، مفيش كاتيجوري. بس انت ممكن تسيرش على الاكسبلويت، ولما يجي وقتها هنسيرش لا تقلق، بس هو مش عاملين. اوكي، في كاتيجوري تالت معاك اسمه اللوكال اكسبلويت، ده اللي انا كنت فاتحه دلوقتي على اكسبلويت دي بي تحت كاتيجوري اللوكال. ده متعلق بالبريفليج اسكليشن، اللي هو تصعيد الامتيازات، او ان انت تاخد بريفليج اعلى او تاخد صلاحيات اعلى من الصلاحيات بتاعك، واي كانك ان انت بتكون نورمال يوزر، وبعد كده توصل للروت او اللي هو الادمن يوزر. فاللوكال اكسبلويت دي هتاخدها في البوست اكسبلويتيشن، ان انت خلاص اخترقت الجهاز، اخترقت الجهاز عن طريق السيرفيس سايد اكسبلويت او عن طريق الكلاينت سايد اكسبلويت. فدلوقتي بعد لما دخلت على الجهاز لقيت نفسك مثلا نورمال يوزر، يوزر ملهوش صلاحيات كتير يعمل حاجات كبيره، بالتالي بتروح للكاتيجوري بتاع اللوكال اكسبلويت، بتحاول تدور على اكسبلويت الغرض منها او التارجت بتاعها ان هي تحولك من نورمال يوزر للروت، دي اسمها اللوكال اكسبلويت. في الفيديو ده هنتكلم عن السيرفيس سايد اكسبلويت، وهنتكلم عن اول مثال فقط. اوكي، احنا دلوقتي لما دورنا من خلال ان ماب في حته ال VSFTP الفيرجن ده، وسرشنا على جوجل وسرشنا على حاجات كتير، لقينا ان هو فولنربل وليه اكسبلويت موجوده على الميتاسبلويت وعلى النت. ونفس الموضوع بس هوري لك الفيديو اللي جاي او اللي بعديه من الريزلت بتاعه نيسوس، فبرضه كانت موريانا ان البرنامج الفلاني بالفيرجن الفلانيه في مشكلة فيه تؤدي إلى ريموت كود اكسكيوشن، وكانت متصنفة السيفيريتي بتاعتها أو الإمباكت بتاعها كريتيكال. أوكي، طيب أنا عرفت المعلومة دي إن خلاص ده في مشكلة، وكمان ليه موديول في الميتاسبلويت. كل اللي مطلوب منك تروح أنت جاي فاتح الميتاسبلويت، ما تنساش قبل الميتاسبلويت تكتب سيرفيس بوست جي اس كيو ال ستارت، لو أنت ما كنتش عملت إن هي تشتغل ات البوت تايم عشان الجهاز بتاعي اتقفل واتفتح. وبعد كده تكتب MS في كونسول، وهت سيرش على VSFTPD، طلع لك الموديول، كل عليك تقول له يوز، انا علمتك بقى الاوامر بتاعت الميتاسبلويت، يوز هذا الموديول. اوكي، تقول له شو اوبشن او شو انفو اللي يعجبك، هيقول لك كل اللي انت محتاجه ان انت تديني بس التو اوبشنز دول، هو اوريدي عطي لك البورت وايه فعلا شغال على بورت 21. كل المطلوب منك انك تدي له الهوست، والتارجت بتاعنا هو واخد الاي بي ده. اوكي، برضو اكتب شو اوبشن تاني، هتلاقي ان خلاص كل حاجة موجودة عندك والدنيا تمام. في حاجة صغيرة اللي هي ايه، زي ما قلت لك اي عملية اختراق انت هتعملها، وحاليا احنا بنتكلم في السيرفيس سايد، عملية الاختراق دي بتتكون من حاجتين، من اكسبلويت، ودي الوسيلة اللي بتوصلك للتارجت. تاني حاجة هي البيلود، البيلود وهي يعني الكود الفعلي اللي بيخترق الجهاز، او زي ما قلنا هي القنبلة المسؤولة عن انها تفجر المكان. فبعد لما انت تكون ظبطت الاكسبلويت وعطيته كل الاوبشنز بتاعهم، بتختار البيلود، تقول له خلاص بعد لما الاكسبلويت دي توصل للجهاز ايه الكود اللي انا هحطه جوه الجهاز. الكود ده بقى ممكن يدي لك شيل زي ما احنا قلنا، الكود ده ممكن يدي لك متر بريتر زي ما احنا قلنا برضو، الكود ده ممكن يفتح لك برنامج معين شبه الكالكوليتور، الكود ده ممكن يرستل الجهاز، الكود ده ممكن يفرمت الهارد. اوكي، فالبيلود هي الكود الفعلي اللي بيتنفذ على الجهاز وبيعمل الاكشن على حسب ما انت عايز. اوكي، ممكن يأد يوزر وهكذا، تمام. فببساطه بعد لما بتكتب الاكسبلويت بتقول له شو بيلود، شو بيلود جوه، وانت واقف جوه الاكسبلويت دي كده بيجيب لك ايه، هيوري لك البيلودز اللي تنفع تشتغل مع الاكسبلويت دي. اوكي، قال لك هي 1 بيلود اسمها CMD Unix Interact، الرانك بتاعها نورمال، كل اللي قال لك بس ان هي بتدي لك يونكس كوماند، يعني من الاخر هي بتدي لك ريموت شيل، مش متر اوبريتر. كل اللي عليك تقوله
ست البيلود، خلاص انا قررت اوكي ان انا هستخدم هذه البيلود. حلو، وكاتروغير له شو اوبشنز، يقول لك اه خلاص انا دلوقتي استخدمت الاكسبلويت دي، ودي بيانات الاكسبلويت، وحاليا انت كمان استخدمت البيلود دي، ودي بيانات البيلود. بس هو قال لك انا في البيلود دي مش محتاج منك اي بيانات، ساعات بيحتاج منك بيانات تانية كمان في البيلود. ببساطة جدا هتروح جاي كاتب كلمة اكسبلويت، اوكي بدأت الاكسبلويت تشتغل، بدأ بقى حتة الاستيجر يشتغل، في الاخر سيشن 1 اوبند، قال لك ان خلاص الاكسبلويت وصلت البيلود، والبيلود الاستيجر اشتغل، والاستيج اتلونت. حاجة انا مقلتهالكش، ازاي تعرف ان البيلود بتتكون من استيجر وستيج، او البيلود سنجل؟ اوكي، البيلود اللي بتتكون، خلينا نعمل كنترول سي هنا، كنترول سي ان انت عايز تقفل السيشن، قول له واي يس. اوكي تعالى نعمل باك، وتعالى نقول له شو بي لود بي لود. اوكي بص بقى يا باشا، الاكسبلويت او البي لود اللي بتتكون من سلاشات، يعني تلاقي عباره عن سلاش سلاش، دي كده ايه ستيجر، واللي ما فيهاش دي كده ايه سنجل. كمثال اوكي تعال نجرب حاجه زي كده، حاجه زي دي مثلا، تمام كده فيها سلاش. انت هتبص عايز تعرف يعني الشيل ده، الشيل ده هو البيلود ذات نفسها، وريفرس تي سي بي ده هو، سوري الشيل ده هو الستيج، كلمه شيل دي هي الستيج بتاعت البيلود، الكود الفعلي اللي بيترن، وريفرس تي سي بي ده هو الستيجر اللي بيعمل الكوميونيكيشن او الاتصال ما بينك وما بين الستيج. فلما يقول لك سلاش سلاش معناها ايه؟ ان ده جزء منفصل وده الستيج، وده جزء تاني منفصل وده الستيجر. لو جينا شفنا واحده زيها بالظبط حاجه زي كده مثلا، بس دي هتدي لك متر اوبريتر، هنا حاطط لك اندر سكول، مش حاطي لك سلاش ما بين الستيجر او الستيج دي الستيج سوري والستيجر اللي هو الكونكشن. فما دام مش حاطط لك سلاش وحاطط لك اندر سكول اندر سكور سوري، يبقى كده معناهم ان هما الاثنين باكج واحده، وهما الاثنين سنجل. يبقى انت ازاي تقدر تفرق في البيلود ما بين الستيجد بيلود والسنجل بيلود؟ عن طريق السلاش. السلاش هي اللي بتفصل ما بين الستيج والستيجر، اوكي، ودايما الشيل او الميتر بريتر ده هو الستيج، والكونكشن سواء كان بقى ريفرس اتش تي بي اس او ريفرس اتش تي بي او ريفرس تي سي بي ده هو الكونكشن. فلو مفيش سلاش تعرف ان هما سنجل، ولو في سلاش زي كده تعرف ان هما ستيجد يعني منفصلين. نرجع تاني لنفس البوينت اللي احنا كنا فيها، اوكي كل حاجه موجوده زي ما هي. اوكي انا وريتك اكسبلويت، وقلنا ان اكسبلويت خلاص بتخلص الشغل كله. دي كده البيلود دي كده مفيش فيها ستيج وستيجر، اوكي دي كده بيلود عاديه جدا، عشان زي ما قلنا كده هي جاست وان واحده ومفيش فيها اي كونكشن. عايز تتاكد ده كل اللي عليك قول له مثلا يو نيم داش ايه، هيقول لك ان انت فعلا دلوقتي واقف جوه الميت اسبلويت. تعمل ايه بقى بعد لما بتاخد شيل او بتخترق الماشين؟ كل ده بقى هنقوله السكشن الجاي. حاجه تانية اقولها لك، اكسبلويت زي ما قلنا هي بتخترق الجهاز او بتلانش الاكسبلويت، ممكن تعملها اكسبلويت داش جي. اكسبلويت داش جي معناها رن لي الاكسبلويت دي في الباك جراوند، وتدوس انتر هتعمل عمليه الاختراق ويفتح لك شيل، واول ما يفتح لك شيل هيرجعك تاني ايه للميت اسبلويت. اوكي انا رجعت دلوقتي تاني ايه للميت اسبلويت، عشان لو انا حابب ارن حاجه تانية. طب انا عايز اشوف بقى السيشن بتاعتي دي فين، تروح اكتب كلمه سيشنز داش ال، يعني لست لي السيشنز بتوعك.
هيقول لك اه انت عندك سيشن الاي دي بتاعها 3 والنيم بتاعها الشيل على يونكس، والكونكشن طالعه من الجهاز بتاعي اللي هو اي بي اخره 8 للتارجت اللي هو اي بي اخره 20، وده البورت اللي رايحه له وده البورت بتاعي. طب انا عايز بقى استخدم السيشنز دي، تقول له سيشنز داش اي، داش اي يعني انتر اكت مع الاي دي بتاعها اللي هو 3، فساعتها يقول لك ستارتنج انتر اكشن ويز 3، ودلوقتي انت دخلت عليها ممكن تروح جاي كاتب ال اس بي دبليو دي وهكذا. ممكن تعمل كنترول سي وبعد كده تروح جاي داس واي، دي كده هتقفل السيشن. ممكن تروح جاي عامل كنترول زد ودي هترجعها تاني في الباك جراوند زي ما كانت. وانا لو كتبت سيشنز داش ال هنوليها موجوده. طب لو كتبت سيشنز انتر اكت مع 3، فانا دلوقتي دخلت اهو بي دبليو دي، انا دلوقتي دخلت اوكي. طب انا دلوقتي لو عملت كنترول سي وبعد كده دوست واي السيشن اتقفلت، فلو كتبت سيشنز تاني داش ال هيقول لا ما عندكش اي سيشنز. دي كده ببساطة ازاي لما انت تلاقي مشكلة في سوفت وير معين او في سيرفيس معين شغال على جهاز معين، ازاي اقدر اسيرش عليه. ممكن اسيرش من خلال جوجل وده المفضل بالنسبة لي، ممكن اسيرش من خلال اكسبلويت دي بي، ممكن اسيرش من خلال سيرش اسبلويت، ممكن اسيرش من خلال الميتا اسبلويت. فدول 4 طرق بتستخدمهم عشان تسيرش على هل السيرفيس او هل الابليكيشن ده بالفيرجن الفلانيه فولنربل لاي نوع من الاكسبلويتس او اي نوع من المشاكل ولا لا. لقيته بروح جاي واخد الاكسبلويت، لو هي موجوده جوه الميتا اسبلويت هتشتغل زي ما انا كده ايه اشتغلت، بروح جاي جايبها من جوه الميتا اسبلويت وامن شويه البيانات واحدد البيلود والانش الايه الاتاك. طب لو هي مش موجوده جوه الميتا اسبلويت يعني فولنربيليتي وليها اكسبلويت، بس الاكسبلويت دي موجوده على النت، الاكسبلويت دي مش موجوده جوه الميتا اسبلويت او لسه ما اتضافتش جوه الميتا اسبلويت. يعني في اثناء ما انا بتكلم كده في فولنربيليتي في الوقت الفلاني اللي هو شهر 6 2019، اسمها او المشكله دي كانت بالتارجت السيرفيس بتاعت الار جي بي، اسمها تقريبا بلو كيب او اعتقد حاجه شبه الاسم ده. يعني بتخليك يعني هي مشكله في السيرفيس بتاعت الار جي بي بتخليك من خلالها تاخد ريموت شيل على الجهاز زي فكره الفي اس اف تي بي كده. حاليا اتوقع يعني ان في حد كتب لها اكسبلويت، مش عارف هو اتنشر على النت او بقى بابليك ولا، بس لو افترضنا ان هو اتنشر فهياخد ممكن بعض الايام لحد ما يخش جوه الميتا اسبلويت. فافرض انت عايز تستخدم ده في شغلك والاكسبلويت دي لسه ما اتضافتش جوه الميتا اسبلويت، ده بقى هقوله لك الفيديو الجاي ازاي تعمل اللي احنا عملناه ده بدون الميتا اسبلويت وبرضه تاخد ريموت شيل على التارجت سيستم بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، السلام عليكم.